صباح الخير. اهلا، صباح النور. الحمام منين لو سمحتي؟ من هنا. انت من مصر؟ ايوه. كليه ايه؟ اداب. وانا كمان اداب. اهلا. ونجوى اخرى اداب. اهلا. الله، امال انت اسمك ايه؟ اسمي نهد. يا ترى في بنات تانيين ساكنين معانا هنا؟ ايوه في، واحنا كمان ما نعرفهمش. مش معقول. انت منين؟ من لبنان. لبنان؟ اسمك ايه؟ اسمي شوشو، بينادولي شاورما. وانا بيسا، وبينادولي بسبوسه. يعني هذا ما ياكلوك انت يتحلوا بيا انا. يوسف عمرك شبعتوني. يوسف عمرك انت. يناير شوشو، فبراير نجوى، مارس بيسا. بيسا يناير. انت عايزه ايه بالظبط؟ هدوم التنس طبعا، والمضارب والكور. انت عارفه الحاجات دي بكام؟ قبل ما نفكر في الحاجات دي نفكر في المراجع اللي احنا هنشتريها، هنجيبها ازاي؟ ده تاريخ الحضارة الواحد ب15 جنيه. يا ستي ده مش مهم، ممكن ده نبقى نستلفه من مكتبة الكلية. لكن اللي انا حاملة همه بجد المواصلات. حقا، كل يوم من سيدي بشر للشاطبي رايح جاي. ناخد تاكسي. ايه؟ تاكسي كل يوم لغاية الكلية؟ ليه؟ ابوكي اوناسس؟ ناخد شركة احنا الثلاث. برضو تكاليف؟ لكن يظهر مفيش غير كده. يلا بنات، صباح الخير. انتي من